السلام عليكم، معاكم نبيل في أول مراجعة على القناة للكوكو اف 1 من شاومي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ في أول ريفيو على القناة، والنهاردة معانا البوكو اف 1 من شاومي. أول حاجة هنشوف محتويات العلبة. التليفون بيجي معاه كفر اسود من السيليكون وشاحن سريع 3.0 وكابل تايب سي، ودي كل محتويات العلبة. وللأسف ما بيجيش مع الجهاز سماعة، واتمنى من شاومي انها تضيف سماعة كحاجة أساسية في كل تليفوناتها. ويلا بينا نخش على الريفيو. الفون بيجي ببروسيسور سناب دراجون 845، اللي هو اعلى واحدث بروسيسور من كوالكوم، وده نفس البروسيسور الموجود في جالاكسي نوت 9 اللي سعره بيوصل ل 16500 جنيه مصري. والجهاز بيجي بساعة رام 6 جيجا النسخة 64، ودي النسخة اللي معانا النهاردة 22 جيجا، وبتيجي برضو ب 6 جيجا رام. اما النسخة 256 فبتيجي بساعة رام 8 جيجا. اما بالنسبة للكاميرا، فالجهاز بيجي بدول كاميرا خلفية، الأولى 12 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.9 والتانية 5 ميجا بيكسل. أما بالنسبة للكاميرا الأمامية فبتيجي ب 20 ميجا بيكسل. وهيكل الجهاز بيجي بالكامل من البلاستيك، بس إحساسه في الإيد مش زي إحساس البلاستيك الرخيص، لا، مسكة الجهاز في الإيد مسكة مريحة وبتدي طابع بريميوم. وفي فريم خفيف قوي من المعدن حوالين الجهاز، وفي رأيي ملمس الجهاز في الايد مش مديني احساس انه جهاز رخيص او ضعيف. ووزن الجهاز في الايد تقيل نسبيا، بحيث ان وزن الجهاز 180 جرام، وده من حيث الهيكل. اما بالنسبة للشاشة فبتيجي بدقة فول اتش دي بلس بدقة بكسلات 403 لكل انش، فجودة الشاشة رائعة بصراحة، وسطوع الوانها حلو جدا. هي مش زي شاشات الاموليد، بس الشاشة هنا مشبعة بالالوان، وفي الاضاءة العالية وفي النهار ما قابلتش مع اي مشاكل في الوضوح. ونيجي بقى لاداء الجهاز. زي ما قلنا الجهاز بيجي بسناب دراجون 845 و 6 جيجا بايت من الرام. باستخدام الجهاز بشكل متواصل ما قابلتش فيه اي تهنيج او لاج، سواء في الالعاب او في استخدام اي تطبيق من تطبيقات السوشيال ميديا او اي تطبيق عموما. فمن الاخر الجهاز ده اي حاجة هترميها عليه مش هتعطل معاك، وطبعا ان كنت هتجيب الجهاز ده للالعاب فهو فوق الممتاز. نيجي بقى لاداء الكاميرا. بالنسبة للكاميرا الخلفية فشاومي ما استغلتش في اداء الكاميرا تماما. الكاميرا الخلفية ممتازة في الاضاءة العالية او المنخفضة، والكاميرا بتيجي بميزة الذكاء الاصطناعي، فمجرد ما بتظبط الكاميرا على اي حاجة او اي شيء فهو بيتعرف عليها اوتوماتيكيا، سواء كنت بتصور مثلا منظر طبيعي او اشخاص او حتى مباني، فهو بيظبط الالوان وتفاصيل، بتطلع الصورة واضحة وجميلة جدا. اما بالنسبه للكاميرا الاماميه فهي بتيجي بدقه 20 ميجا بيكسل. كاميرا بصراحه حلوه جدا في السيلفي، فهي ممتازه، وبالذات هنا هي خاصيه العزل. وفي اخر ريفيو، البوكو اف 1 تليفون ممتاز وبسعر فوق الممتاز، بغض النظر انه بيجي في مصر اغلى من السعر العالمي بحوالي 1000 جنيه مصري، بس الفون يستحق ثمنه وبزياده. فالبوك اف 1 هو ديل بمعنى الكلمة. وفي نهاية الفيديو شكرا لكل اللي شاف الفيديو، ولو عجبك ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ولينك شراء الجهاز هتلاقي تحت موجود في الديسكريبشن. ولو حبيت تقارن بين مواصفات واسعار الاجهزة سواء جهاز البوك اف 1 او اي جهاز محمول، خش على موقع تسعيره.com هتلاقيه موجود في اللينك تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.